السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم راح أصور لكم يمكن راح نروح لإحنا سوبر ماركت يفتح بالسنة مرة مثل ذاك القبله قبل فترة انفتح، هذا شبيه له. هسه راح نروح لهناك، اليوم الدنيا باردة، درجة الحرارة 8 ومايك هذا نو توصل 12 درجات الحرارة من دي بليس هو بارد وغائم. هسه راح اوريكم الشارع كادو بس كدي توصل. وانا جيت على الدراجة البرد دق بضلوعي، وتشوفوني لابس هاي مال القطب الشمالي. راح نصور لكم ان شاء الله اليوم شغلات جديدة، وارجع اليوم ان شاء الله البيت ما ضل هنا، واصور لكم احداث اليوم شلون هاي تفتر الكاميرا ما تفتر. اخوان اشتريتنا هاي البوابة من شخص يعني شيء مستعمل بس اخذ جديد، هاي شوفوها بس بعدني ما شادها، ارتفاع 120 وعرض 120 فيت ويا هذا المكان. هسه هي بعد ما مشدودة وواقفة لان شنو المكان مناسب وياها. هاي بيها من هنا سرقي هلا طلعنا الخضيريات، هاي شوفوها او الدجاجات، وتعالوا وياي راويكم مفاجأة ثانية. اخوان هاي هنا الشغلة الثانية راح اراكم اياها، احزروا شن هي تو صندوق تا هاي هنا هذا جهاز يبعد الثعالب من الحديقة مالتي، خاف الخضيريات يبقن حرات بالحديقة، انام مطر ثلج، هذا قبل يبز اي حيوان مفترس يبز هذا الجهاز ويشرده. هذا اشتريناه مستعمل 1500 كرون، والجديد مالته 2500 مستعمل اخد جديد طبعا من مريم، تقول كانتها مزرعة كلش كبيرة فمزرعتها سقطت يعني ما ادري اخذها الكبر ما ادري شنو، وكاتبة لنا رسالة هنا نبيها طبعا. كاتبة رسالة هاي هنا توستن كان دولي سبس قريبا هون هي فرنسك يه دستو كير رسول و توستن يه Tak for handlen. Jeg håber og tror på, at jeres paradis bliver så godt og så hjerte. Pøj pøj, det betyder held og lykke. Tro på det. Venligst, Chamberlain. يعني تقول عزيز رسول وتوستن، اعزائي رسول وتوستن، شكرا على الصفقه اللي اشتريته من عندي هذا الجهاز القصيد. اتمنى واعتقد حديقتكم جنتكم، هي تقول جنتك على حديقتي، تقصد الحديقة، ستكون جيدة جدا يعني مع هذا الجهاز، وحظا سعيدا. مع تحيات تشاربلم. شكرا دازت النهاية هاي ويا اللي اشتريناها من عتها. شكرا امرأة لطيفة، شكرا لها، هاي راح احطيها لتوسن يحتفظ بيها وانا احتفظ بهذا الجهاز.
اخوان اكيد كلكم تذكرون حديقة توستن، عشنا بيها ايام طويلة اني والخضيريات ومشاهداتكم كنتوا ويانا، وتبقى حديقة توستن الاولى. وهذا بيت الخضيريات القديم. وبس انا شنو اللي جيت اصور اللي لفت انتباهي؟ مو الحديقة ولا بيت الخضيريات ولا اي شيء، شجرة التفاح. شجرة التفاح تذكرون كانت تقدم حملة تفاح، شوف شلون صارت جرداء هسه حاليا. بس ايش لقيت بيها؟ لقيت بيها تفاحات يعني حسبا على عد الاصابع، بس الطيبة مالتهن يا ناس مو طبيعية. هسه كلت لوحدة وهاي وحدة، الباقيات هذا النوعية من هاي الصفحة. هسه شوفوا ذنيتها بالعالي، يعني هسه راح اعطيهن زوم اخوان. شوف ذني، وهاي هنا وحده وبالقاع طايحات. شوف شوف ايش كله خربان. بس قسما بالله العظيم الظاله ثلاث خيرات، يعني روعه روعه. الطعم مالتهن مو طبيعي. انا هاي غاسلها طبعا. يعني من الشجره من تقطعها قسم بالله العظيم يختلف عن التفاح اللي نشتريه من السوق. وراح اخذكم للحمامات تظلن. الحمامات ذن ظلن، هاي يوشا وذيك بالتلج قيرية، طلع الطيرة ذاك زواجها ابن يوشا جواهن بيض، يمكن يذبن حمر الله اللي يعلم. هذا اسمه ناضل، من زمان انا مطي اسم ناضل. وهاي يوشا وذاك ابنها زواجها ابن شوشو، لان هن اخوة كلهن. هاي بتيوشا تشبهها بالضبط، هم فضية. واخوها هذا بنقار الاعوج، ذاك بترتشية هيجي بيدق جوا عينه. مو هذا، هذا هذا ساكسوس، ذاك الورا لوسن، لوسن بيضة. هاي لوسن بيضة عاركن. هذا ارد اخذه وياي، هذا بالله لا، هذا ساكسوس. ذاك اريد اخذه وياي، وذاك بالنص. لان الاثنين بس مو اليوم اخذهم، لان ما عندي طوائر، اريد اجيب لهم طوائر حمر. والبيضات يوشا وهذا ناضل وبتلشقيرية ولوسو ساكسوس. اخوان شوفوا الدراجة شاحنة، هاي الشاحنة مالتها، وذن باتريين. احول هسه انا اجيت بهذا من بيت التوستن يوصلني، وهذا يرجعني الثاني مشحون وكامل. هذا راح اشحنه حتى يكون عندنا واحد اجيبه وواحد ارجع بي. بنوصل يم توستن اشحن، وبنروح البيت يهم اشحن. اليوم جيت التوستن جبت له تقريبا بيهن 10 كيلوات نقانق. نقانق ما هنا يخربون عليها. النقانق جابهن ليا واحد دنماركي صديق ليا ثاني، فهم هنا ما يعني يحبون اذا هدولك شيء تكون فرحان. هو يشتغل بشركة وعتم زايد ما ادري شنو، فجابه الي. قلت له جدا انا فرحان واشكرك، فكرت بيا وجيتني وجبت لي، وانا ما راح اكله وحدي، راح اوزع على الاصدقاء اللي اعرفهم.
كيف هو وجبته كله انطيته التوستن ما اكلت من عنده لان يعني شويه نفسيتي ما تقبلته. هو مال دجاج بس ما اعرف الدجاج شنو مصدرها شلون مذبوحه والنقانق وهالشغلات انا ما احبها. هذين الكناريات فانطيته الى انطيت جارتي اللي هناك ام البزازين وهسه راح يطي جماعة الباقي المنطقة اللي هنا أنا. وان هاي النقانق يسمونها ما بولسا يا كلينج بولسا يعني نقانق الدجاج. هاي ذن راح نعطيهن لتوماس او فريدريك فريدريك يعني يقول جيراني راح يكونوا جدا سعداء بهذا الشيء. يقول انا عند جيران جيدين. يقول هنا جيران احنا نساعد بعضنا البعض فلازم ندير بالنا عليهم. يقول هذا راح نعطيه لتوماس ويعطي فريدريك كم صديقه. فريدريك كم صديقنا يعني انا توصل. وهاي ام البزازين جارتي انطتني هاي هديه مثل المربى مزيج برتقال وتفاح. انا جبت التوستن هديه التوستن صح؟ يا بالنهار كانت توماس يا ايجارد يا وهذا الذيبه لاسه يا وان هذا لا حد ينتقد بيت توست لان كركب لان هو رجال كبير خطير فالانتقادات خف واحد ينتقد خليها على صفحه ما لكم علاقه بهذا الشيء. شوف هاي هنا يخلى ازهار هو وشغلات ترتيب طبعا. سولتين هنا كانوا فتسيلي دين فيك من فامور وفافا in 1939 دي سامري 85 سنة 1939 هاي الشجرة هسه تندرت بها طبعا مو شجرة نبات نبتة الظل من 1939 من جدة وجدته جدة وجدته مطينها الأم وأبو أم وأبو هو ما أخذها منه. دي بلو جيفت في 1914 دي بلو جيفت في 110 يار سن دي بلو من فافا فامور جيفت يا ونو في 1914 1940 نتن نتن فيورتن في 110 يار سن 1940 شلون؟ إن إن فيا دن موا دن فا نعم من فاس فاموا نتن نتن فيورتن 1914 جدة وجدته متزوجين يا so من فاس فإلا دي بلو جيفت في 110 يار سن 110 يار سن بلو دي جيفت دن مصطفى من فاس فا أو من فاس مو يقول جد وجدتي تزوجوا قبل هنا الأوتيو هنا تيوزن قبل 120 سنة ازدادة اي نيت هنا اني اتصالب يا دا هادي فيمو دا دي جيفت اي 25 اور او دي فاس فيك من فام و دنيا سم جيب يقولوا بعد ما تزوجوا ام وابوي نتن اون نيت غالفة دين موادين فا يا يقول بعد ما تزوجوا ام وابوي اعطوهم هاي الهديه 1939 يا نون جام سفورت نون بلومستر هير اي فورهول سم فاو سم لاكس لاكسكل اورانج رود يقول وصير بها ورد ظنادي فوقه يا مسكي ابريل ماي
يقول شهر أبريل أو ماي يعني الربيع راح تصير بها أزهار لونها أحمر لوسغو اسم أورانشي. يقول لونه يصير بها أزهار له برتقالي وله وردي وله أصفر يشبه لحم سمك السلمون أو اللاكس. من إيه إن بلامستن سنود ما den snyder mig i år. Det kommer ikke? Ikke i år, ikke i 2024, håber næste år. Det kommer blomster? Ja, det normalt kommer der blomster, men den her gang, der snyder den mig. Den snyder. Hvem snyder dig? Den snyder mig, fordi det kommer ikke med blomster. Jeg går lade mig at jeg tænker på hans hår, og så når jeg er næste år måske. Ja, ja. يقول السنة الجاية راح يصير بها أزهار. يقول سرقتني لأن ما صارت بها أزهار. أتوقع من 6 months. يقول أتمنى بعد 6 months راح يصير بها أزهار وتكبر. فو قامل يا دينو؟ يم دينو ما ما قامل. أصل 1939 يقول هسه عمرها تقريبا 85 سنة. هاي عمرها هاي تشوفها اللي قدامكم. يعني جده وجدته. Hvornår din far, din far græs? Min far, han er født i 1925. Hvis min far ikke var død, så ville han være 99 år nu. Men han døde. Hvornår han døde? Ja, det kan jeg ikke huske. Måske 10 år siden. Det kan jeg ikke huske. Du går lige omkring og bor så 10 snit, der greb han med en tuffe. Ja, hvad med din mor? Hun er også død, men hun ville være 94. 4 og hvad? 94 عمرها وميتة أمه الله يرحمهم. ايه ذم جيف ادايده يا مدينه ان مان فنيتو ان جو مان فنيتو. هاي انا اعطيتها له هديه. ايه هيك بيست بلوكس. وهاي هم اعطيتها انا له صير بها مثل لالنجي صغار برتقال. وهاي هم مالتي من عندي. وهاي هم من عندي. وتوسن يحب هاي اللوحات الرسوم البصرية يسموها عنده من عته. هو انا ما جاي افتهمن بس هو يحبهن. يقول ورد يصير به نفس هذا اللون. دي كومان توماس. توماس اجى. ما راح اصور عيب. راح اوقف التصوير من لانجي. توصل يقول لي صار الغزلان بس انه بعيدات. هذا البيت القبانة كان مهجور. جو رمموه ورتبوه وقعدوا يمكن بيه شهرين وانهجر مرة ثانية. ما ادري مسكون ما ادري ايش بيه. سردت من العالم. بس حلو هو وحده. تايبين ولان يمر مرة بداربكم وحالفين ولان يمر يوم على حبكم أغلطة مرت وانتهت شمعات العشرة انطفات والذنيب هو ذنيبكم والذنيب هو ذنيبكم غلطة صارت يا خسارة يا خسارة ليلكم ضيع نهارا يا نهارا.
الحارة غلطة مرات وانتهت، شمعة العشرة انطفأت والذنيب هو ذنيبكم، والذنيب هو ذنيبكم. سيدي يا فلي فريدة دين فست فست طبعا هذا الشارع نفسه اللي جينا بيه اخذنا الطير الاسباني فتنا منه. هو بيبيك بكي يا رسول. اخوان منا لازم ندفع فلوس التذكرة من ندخل موقف الجراج، ذولا واقفين هنا هاي مرة وذاك رجال، لازم ندفع الجراجية وقوف السيارة. هاي سيارتنا واقفة اخوان، وصاحبتنا مطرات ابو مطيرة. اخوان توصل كانت البريد ملابس، ملابس قوية قوة صخرة، خليت راح يصورني دقيقة واحدة اوقف اراكم هاي الشهرة هاي، بس راح اصور لكم المكان كله وتعالوا وياي. بس كيف يستم قلبي لنا توسن قام يصور، صار هسه شاطر قام يصور يصور المكان المشهد كله. اوكي كان فتيل ام ان ديكورتيل قوم منسكا اخوان، يقول هذا المكان كله تطوعي والفلوس اللي راح يكسبوها بهذا المكان كله لمساعدة الاطفال، يعني اطفال الدولة يعني. يقول هذا يعني كله على مود الاطفال، شكل شيء يكسبونه يشترون بيه باكي بدي تبان دي البان وان هاي القاعة الناس راح اشوف وانا اعتقد المكان يعني ما بي شيء يعني زين، شغلات شو تعبانة من هسه. العاب وما اعرف شنو وانها اقلاصات طالع قزاز، هاي كلها مال القلوبات مال نوم، ماكو شي بخير. نشوف هسه احنا تونا جينا، بس انا احاول ما اطلع الناس وجوههم وهاي لان زحمه، هذا الشيء ممنوع اخوان. هاي كلها قراص وما اعرف شنو من هاي السوالف. هاي مال كلاب، هذا معون مال كلب حتى شنو لسانه. اخوان هذا عنده لوحات، لان حصالات هنا مال جمع فلوس. هذا التليفون قديم،
اخوان هاي يمكن مال عصير التفاح احتاجها ذا هي والله. Når man synser, og det kan være lige meget om det er æbler, eller om det hænger op og så hænger tøj på, eller noget. Også med dem? Nej, nej. Okay. Jeg bare hænger dem der, fordi... Hvor koster det? Den her kan du få på en femmer. Hvad? 5 kroner. 5 kroner? Ja. Okay, jeg vil gerne det. Hvordan har I stået med tasser med العصير? Ja tak. Har du mobil bag? هون هاي اشتريتها انا بخمسة كرونة كنت ناسي تليفوني بالسيارة وجت اوستن دفعها بخمسة كرونة يعني رخيصة كلش تفيدني ونشوف هاي الساعات شوف اخوان هاي هاي قبل ينفخون بيها على الموقد يضخ الذب هواء تشعل النار هاي كارته كلها كتب قصص أطفال كتب طبخ أنواع وأشكال شوف هاي مال الطيور شنهن والله شنهن صدق بالعشن هاي ثلاث الأبعاد سبحان الله كأن الطيور هذه وان هاي كلها قدوره وطاوات مستعمله Så smelter man det til creme. Hvad er det der? والله هاي حلوة. لأن كلش عجبني. بس يمكن غالية هاي. بدي أسأله بالله هاي شنو سعرها؟ وأنا جيت أشتري هاي قال انباعت. هسا جاي اسئله بس يا هن وكاسة دي تاسن؟ دي 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 من دي 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 اب وانا اشتريت هاي سماعة 50 كرون الفين سوني مرجان على شيء ما اعرف لو قال ساتلايت هاي شاشات هنا انا نسيت شفت الماكينة مع الحلاقة وان ماكو شي بخير ابد ماكو شي بخير
هاي هنا لعب ما شنو. Måske det er en menneske rejse til månen. Til månen. Måske til månen. تبعد واقول القاك اخوان شوف هاي مال الدراجة قبل فترة جيت اشتريها بس ما بيها مفتاح شوف والله حلوة هذا صبغ يمكن فارغ عبالي مليان قلت اشتريه وهاي هم مال دراجة والله سماعات مال تلفزيونات وشغلات تخبل ورخيصة هذا قديم طبعا هذا المكان مو هذا جاي انا اكثر من مره بس ذاك هسه كنت اصور بيه البي ناس اللي اشتريت من عنده السماعه ذاك لا اليوم فتح وما يفتح دائما اخوان هاي شايفينها قبل قديم هيك هنا يفركون الملابس والله عندهم شغلات سكراب هاي شغلات هواي بس خوش شغلات فيها جدد ورخيصة بس هذن والله حلوة سماعات هذا حوض مال سمك والله عاجبني اخذه واخذ السمكات اعطيه لو شلبها اللغوه والله ببالي هو ببالي والله Yeah.
وين راح نشوف هاي نشتريها انا وتوستن للبيت مالي. انا حبيت شغلات صراحة نسيلين قل لبيت لها سعر مناسب اشتريها. Hvad laver du i Holbæk? Jamen sgu vigtigt. اخوان اشتريت هاي السماعة وال سجادة الحائط واشتريت هاي مال تصفي العصير مال تفاح ولا هو انتهى موسم التفاح بس لازم راح اسوي مرة ثانية عصير تفاح راح احصل على تفاح بصورة او باخرى واسوي بهاي ما زال صار عندي فضول وراح اسوي لكم مرة ثانية حلقة تفاح راح اشوف شجرة توسن شغال بيها اخوان طلعنا ما اشتريت شيء بس السجادة وذنل وياها وطالعين انا وتوستن بالطريق والى هنا انهي حلقتي الى هذا اليوم. اذا عجبك الفيديو وانا دائما اخليها بالاخير خلي لايك واشترك بالقناة. هذا الفيديو يا جماعة ما يحبون الخضيريات ويعني ما اعرف انا هناك ساكن يعني قناتي ما مسويت لواحس والله كان رحت غير مدين كان رحت بس ان شاء الله ينفك اسويها يعني وظل استفاد من عدها حتى على الاقل اطلع كروت القطار كروت الباص من عدها كل شيء ماكو هسه لا اقدر اسافر مدين لا اقدر اروح اماكن ترى هيجي يعني يدو الحائط اقدر اروح الاثار الفايكنج مخلفات الحرب العالمية بس اسوي قناتي صبروا لي شوية قبلوا ذنل ننزل هنا أنا. والله كريم وش ما اطلع انا ما انساكم يعني وش ما اطلع المكان اصور ذا شفت شي حلو يستحق التصوير. والى هنا انهي حلقتي لهذا اليوم في امان الله اخواني شكرا لكم على تعليقاتكم على اسلوبكم الحلو على طيبة قلوبكم. شكرا لكم جزيلا اخوان مع السلامة في امان الله. اخوان تشوفون هذا جراج يعني هذا جوا الارض الجراج يعني هسه فوقانا شارع ومطاعم وفنادق فهذا شنو من هذا انا راح اروح للسوبر ماركت الفوتوكس اذا القى دجاج شوي اشتري دجاج شوي. هذا المصعد اخوان الجو شلون غائم هذا الهيتشي يحمل برد هذا الغيم مو قلت لك نزيز القاع وغيوم الصيف كذاب ولا تمطر هاي الغيوم اكو غيوم برد مو مطر. ولو غيمة دنيا لو غيمة دنياي دنيا انت حسبي والله يا ابويا
وبعيوني ده معطصير وبروح باريك والله يا ابويا. تكون هاي لقطات من سوبر ماركت، انا ما اعتقد من هون. هاي الدجاجة المشوية حارة بعد، هي يعطيك اياها بهي تشيز مكبوسة ومختومة، ورايح التوستن. توستن منتظرني. طبعا هسه سعر التوستن وقفناها، اشترينا يعني هذا يسد الثقوب الصغيره اللي ما تبين بالدراجه بالاطار مع الدراجه. وسياره شبه سعر التوستن بها واحد قاعد انس مدريني، جيت فتحت الباب اردت كركح يمي، لقيت واحد قاعد، قلت شنو مخلي اغراض وشي بالسياره، وانا انصدمنا هذا قاعد يا شنو هاد شيء علي، وانا شنو هذا قاعد سعر التوستن، طلعت وحدة تشبهها. نوم العوافي نام يما المدلل، خلانا جور حسرات من القلب شاب طويلة، نوم توما بعد يقعد بديار البعيد يريد يبعيد يما الولد نام. شوف الخريف اخوان،